اغلب الاحيان بيكون الصغر والطفوله بالنسبه لنا مؤثره في شخصياتنا كلنا من الحاجات اللي اثرت في شخصيتي او خلتني اهتم بيها في المستقبل قراءه والدتي لي وانا صغير لقصص السيره النبويه والقصص التاريخ الاسلامي على العموم الشيء دوت في الصغر دفعني ان انا لما كبرت بدات اقرا بنفسي وبدأت أتابع الكتب المتنوعة والمختلفة في مجال التاريخ الإسلامي اللي لاحظته من قراءتي مستقلا بدون والدتي إن لقيت الروايات بتختلف ولقيت إن الناس بتحكي حكايات كاد تكون, تكون متضادة ومتناقضة لبعضها الموضوع ده لفت انتباهي جدا وصدمني في بعض الأحيان وصلت في مرحلة إن أنا أقول مين السادق ومين الكذاب مين اللي على حق ومين اللي على باطل لكن في مرة من المرات وانا في المكتبة بدور على كتب يعني كنت معتاد ان انا اعمل كده ولا زلت لغايه دلوقتي انا ادخل المكتبة اتفرج ايه اللي ممكن يكون جديد وايه اللي ممكن يلفت انتباهي فلقيت كتاب مكتوب عليه سقوط الدول وقيامها او قيام الدول وسقوطها اسف. فالكتاب لفت انتباهي واخدته وحطيته في المكتبة للاسف ما كنتش قرات حتى مقدمه ولا حاجه انا اللي عجبني العنوان بس ودي حاجه بتحصل كتير انه يعني يعجبك العنوان من غير ما تقرا اي حاجه فتلاقي نفسك بتاخد الكتاب وتشتريه وكده فبدات بعد شويه افتح الكتاب واشوف الكتاب ده ممكن اصنفه في اي جزء من المكتبه عندي هل ده يتحط في التاريخ ده يتحط فين بالظبط وبدات اقرا المقدمه اللي المؤلف بيحكي فيها حكايه الكتاب ولقيته بيقول ان كتير من الاخبار اللي احنا بنسمعها نقدر نظبط الصدق فيها ونحدد الكذب فيها ودوت بناء على علم احنا ما احناش واخدين بالنا منه وما نعرفش عنه كتير اسمه علم الاجتماع او علم العمران هو ليه الاسمين دولت علم الاجتماع او علم العمران من العلوم اللي فايدتها الاساسيه بتعرفنا ايه العوامل اللي لو وجدت في شيء او في دوله ايه العوامل اللي لو وجدت في دوله تقوم هذه الدوله وايه العوامل اللي توفرت في دوله تسقط هذه الدوله هو اتكلم بمبدا الدوله لكن بمبدا اخر او على مو... على شكل اوسع نقدر ناخد الكلام ده على كل مناحي الحياه ايه العوامل اللي لو لقيتها في شخص اقول انه هينجح وايه العوامل اللي لو لقيتها في شخص اقول انه هيفشل آه العلم دوت المؤلف تناوله وهو المؤلف اللي بنتكلم عنه اسمه محمد العبده هو مؤلف سوري آه معاصر بدا المؤلف يناقش علم العمران وعلم الاجتماع بعلم الاجتماع وعلم العمران فاول حاجه عملها إن هو خلانا من غير ما ناخد بالنا لو قرأنا الكتاب نمارس علم العمران ونطبقه بنفسنا، فجاب شخص وقال لنا إن أنا هتكلم عن الشخص دوت لأن الشخص دوت عمل حاجة طفرة في تاريخ البشرية. مين الشخص ده؟ ابن خلدون. مين ابن خلدون؟ وإيه قصة حياته؟ وايه المراحل اللي عاشها وايه الثقافه اللي تشرب منها وايه الظروف الحياتيه اللي خلته في النهايه يكتب التاريخ كل دي اسئله واجوبه هو جاوب عليها في مقدمه الكتاب وفي خلال المقدمه ديت بدا يناقش قضيه مهمه جدا هو ليه ما فيش حد قبل ابن خلدون كتب مقدمه زي مقدمه ابن خلدون كلنا نسمع عن مقدمه ابن خلدون كل حد حب يقرا في التاريخ او حتى ما قراش مجرد ان هو بيسمع بس لإيه يسمع دايما يقول لك ذكر كذا في مقدمه ابن خلدون وقال ابن, خلدين ابن وقال ابن خلدون في مقدمته كذا ايه مقدمه ابن خلدون ابن خلدون لما جه يدرس التاريخ عمل زي اي مؤلف جمع الروايات المتعدده وبدا كده يحاول يرصها وراء بعضها ويشوف الصادق منها والكاذب اتصدم نفس الصدمه اللي انا تقريبا اتصدمتها وبدا يقول ايه اللي ممكن يكون صادق هنا وايه اللي ممكن يكون كاذب هنا وكان من اهم الاشياء اللي ساعدته على الجواب دوت حياته العمليه الراجل ده عاش حياه سياسيه طويله تنقل في مناصب سياسيه متعدده من وزير في دوله لوزير في دوله تانية قامت بعدها بشويه لوزير في دوله ثالثه قامت بعدها بحبه وهكذا كان بيتنقل من وزاره لوزاره في خلال دول اعمارها صغيره جدا دوله تكون عمرها كلها على بعضها عشر سنوات 15 سنه لاحظ بنفسه حاجه كانت مش موجوده عند غيره من المؤلفين لاحظ قيام الدول وسقوطها بنفسه ودوت اللي اداله البراعه في ان هو يحكم حكم صريح وصادق ايه الاسباب اللي ادت لقيام الدول وايه الاسباب اللي ادت لسقوط الدول ولذلك هي دي الاسباب او السبب اللي اشار اليه المؤلف ونوه ليه وقال ان علوم الانسانيه اللي هي كعلم الاقتصاد، علم السياسه، علم النفس، العلوم دي طبيعتها انها صعب انك تحط نظريه وتثبتها انت شخصيا. هتحط النظريه هتنتظر غيرك بعد كده يثبتها، او انت هتيجي بعد كده تبطل النظريه او تثبتها لان اعمار الانسان واسعة ولأن طبيعة الإنسان أنه ما بيعرفش يتحط تحت تجربة يعني نقدر نحط فار في تجربة وما بيتغيرش سلوكه هو سلوكه دائما حتى لو عرف أنه هو في تجربة ما بيتغيرش لكن أنا كإنسان لما أعرف أن أنا في دلوقتي حد مراقبني وفي حد دلوقتي متابعني وفي حد بيحطني في ظروف معينه وبيراقب انا بعمل ايه يبدا السلوك بتاعي يتغير ابدا اضطرب ابدا يحصل لي حاجات مختلفه لذلك العلوم الإنسانية من العلوم اللي صعب دراستها من الصعب إنك تحط فيها قوانين وقواعد وتضبطها اللي فاد ابن خلدون إنه هو عاش كذا دولة وراء بعض في فترة قصيرة واللي فاده أكتر هو الثقافات اللي كانت متشرب منها ودي حاجة أكد عليها الكاتب لأن في عندنا أزمة كبيرة مع ابن خلدون إن في ناس بتدعي إن الرجل دوت ثقافته مش ثقافة إسلامية وإن هو مستحيل يكون وليد للإسلام وإن هو يكون من علماء الإسلام البراعة اللي ظهرت دي مش بتاعة المسلمين دي بتاعت حاجة تانية أكيد اتعلم في بلد تانية هاجر بره العالم الإسلامي حاجة كده من الشكل ده فهو بيقول إن مستحيل ليه؟ افتح كتب السابقين ليه هتلاقيهم بيقولوا نفس الكلام بس هم كل الموضوع ان هم بيقولوه في ثنايا الكتب ما بيقولوهوش ككتاب محدد اسمه مقدمة ابن خلدون فتلاقي مثلا المسعودي وتلاقي غيره من المؤلفين بتوع عصر ابن خلدون بيقولوا نفس الكلام بس بيقولوه مترامي في الكتب هم اه ما جمعوهوش في كتاب واحد الا ان هم قالوا نفس الكلام ده دلاله على ان ابن خلدون اخذ منهم ولم يبتكر تقسيم الكتاب اللي المؤلف كاتبه اللي هو الدكتور محمد العبده هو مقسم على ست فصول الفصل الأول بيتكلم فيه عن ابن خلدون زي ما أنا ذكرت والفصول الخمسة المتتالية بيتكلم فيها عن المقدمة بقى اللي هي مقدمة ابن خلدون لما قرأها الدكتور محمد بدأ يلاحظ فيها مصطلحات قد لا يفهمها البعض وبدأ يلاحظ فيها قواعد مناسبة جدا إن إحنا نستفيد بها في زماننا دوت وبدأ يقول إحنا ليه ما بنقراش الكتب ديت وبدأ فصل ورا ثاني ورا ثالث يقرأ الفصل بلغه زماننا ويحط القواعد اللي كانت بلغه ابن خلدون على اللغه بتاعتنا اللي احنا بنفهمها وبدا يقول لنا ان القواعد دي حرام غيرنا يستفيد بيها مع ان احنا اصحابها ليه لغايه النهارده ما احناش عارفين بكره هيحصل ايه مع ان في ايدينا القواعد اللي تقول لنا بكره هيحصل في ايه ليه لغايه النهارده الغرب والشرق وكل العالم بيستفيد بمقدمه ابن خلدون الا المسلمين اصحاب المقدمه نفسهم بيقول لنا ان في طائفه من الامه قالوا ان اللي بيهتم بيها هم العلمانيين والقوميين فاحنا ما نستفدش بيها يبقى هي اصلا بتفيدهم ايه اللي خلينا نتطلع للكتب بتاعت العلمانيين دي مش كتب علمانيين زي بالظبط كده الانسان اللي بيقول انا مش عايز اتعلم الطب ولا عايز اتعلم الهندسه لان اللي ابتكرها يهودي او مسيحي هو اصلا اللي كاتب الكتاب مش يهودي ولا مسيحي فما بالك بقى ان يكون المشكله بتاعتك ان غيرك هو اللي قرا الكتاب دي مش مشكلته مشكلتك انت انك ما قراتش الكتاب وبدا في الفصول الخمسه دولت يعرض ازاي بيحصل التعليم وايه هي وسائل اللي بتخلي الانسان يتعلم وليه في دول بترقى في التعليم وليه في دول بتنهار في التعليم في فصل تاني ناقش قضية الأمصار والمدن وإزاي بتنشأ الأمصار والمدن وإزاي بتقوم أمصار وإزاي بتختفي أمصار بتلاقي بلد ظهرت على الخريطة اسمها كذا وبلد تانية اختفت من على الخريطة ناقش قضية الكسب والأكل والشرب والتجارة الحاجات دي كلها بتكون منبعها فين؟ ايه اللي بيخليها تتحرك من بلد لبلد ومن بلد لاخرى؟ في الختام احب ان انا الخص سريعا حكايه الكتاب ان هو حد حب يعرفنا على علم الاجتماع بانه مارس علم الاجتماع وان هو طبق قدام عينينا علم الاجتماع فجاب شخصيه ابن خلدون وحكى لنا حكايته ايه؟ وابعاده ايه؟ ومن هنا عرفنا ان علم الاجتماع هو انك تتفرج على العوامل وعلى الاسباب اللي عملت الشخصيه اللي قدام عينينا الكتاب في النهايه اسمه قيام الدول وسقوطها مختارات من مقدمه ابن خلدون للدكتور محمد العبد <applause> <أعرف understanding> <تصح> <necessarily 2017. تصحة>